بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الثاني رابر دو أوتمان توابي قانون برنامج إسلامي كان بو فارستني ضروريات خمسات تنشتي ضروري وكهموية أبيتا مصالح عباد مصلحة برجوان دي عبد كان إخوة ودوري ليقرتن ودور لي خصنوي زرر من ديان كأوانيش بو خويا فلو فايان هي يعني أبنا ضروريات تحسيني حاجيات تحسينيات استبحتي فلو فايكاني مصالح كين لمهمي ولا جرينجي ذا كام يعني مهم ترن مراتب المصالح في الأهمية. والمصالح بأنواعها الثلاثة ليست سواء في الأهمية، معلومة مصلحة كان بهرت يجور كان ضروريات وحاجيات وتحسينيات هميا لقرنجي ومهميا وكيقنين فأولاها بالرعاية الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات باشتريا بالرعاية لفيش هذه الضروريات ملاحظة كي أم جارة حاجيات أم جارة تحسينيات. وعلى هذا جايسة يما لا مسائل دينية وين مثلا كتبتي واهية نشتيكي سادة مثلا نك سادة يعني الزور سادة ممكن إذا لو بعض أولادا كام ريشي نبي دنيا اللي بين نوير كام اشتيكي تحسينيات واني بلاي بلام ممكن يك إنسان غيبت كار قينة كار نظر كار قينة كار يعني أبي كان أولويات إنسان لنظرة بقية مهم مكان لفيشة أم جارة إن شاء الله توانيت مهم مكان أنجام دي واقعي تريشة. وعلى هذا فما شرع من أحكام للأولى للأولى أهم مما شرع للثانية بنالة الأمة هر قانونك هات وهر حكمي هي بو أولا كان كضروريات مهم تر لو قوانيناني كبو حاجياتا. وما شرع للثانية أهم مما شرع للثالثة وهرشي تشريع كرا وبو دوهمك كحاجيات مهم ترى بو أوشتانك تشريع كرا وبو سيهمك كتحسينيات. ويترتب على هذا وجوب رعايتها بهذا الترتيب أمشي لفيا أبي لسر أما أوفي دابي كأبي ملاحظي أمانة بم ترتيب بكري بمعنى أنه لا يجوز العناية بالحاجيات إذا كانت مراعاتها تخل بالضروريات. بمعنى أواه دلوزني إنسان اهتمام وقرنجي بحاجيات بدأ أجر مراعات حاجياتك ببيت السبب إخلال بضروريات كابراي شاعر الله خانو لا يخفارو بن كم كراوة كاكم تازكي بويه هنا أو لا بني مالك الرخاء وهو إيه سرقه بوياك جوانيك خان أسفاي بست ويرانس خاجة در بند نقش أيوانس. ولا يجوز مراعاة التحسينيات إذا كان في ذلك إخلال من الضروريات دروزنية مراعاة شوديري كردني تحسينيات أجر زرره بضروريات بدا يا بحاجيات بدا. ولا يجوز مراعاة المكملات إذا كان في مراعاتها إخلال فيما هو أصل لها دروزني مراعاة مكملات توكنا ذكاني أقل لمراعاة كبنكا إخلال بأصولك بكره جاري واهية واحد فقش أفر من وقت يك إنسان هاتم مزقوت أي بيني قامت كرا وبون يجي فرض تازيت السنة الدنيا كابراء خلفلك على بعد وركات سنة كم لذات زمتي اللي هو جماعته تركي كردوك أو أصولا ما شيء خريج مكملات يعني. وبناء على هذه الضوابط يباح كشف العورة وإن كان سترها مطلوبا إذا كان كشفها يستدعيه إجراء الفحص والعلاج. بنالة الأم ضوابط قاعدانا دروس درخستني عورة أجر دافوشينكي أواني وهرشن دافوشينكي مطلبة عورة دافوش راوده جاء شو وقت دروس كشف عورة بكره أجر درخستنكي بيخوازي جيب جيب كردني آزمايشو چار سر كردني نخوشينكي في أويا زخمكي في أويا
لأن ستر العورة تحسيني والعلاج لحفظ النفس ضروري. چونك داكوشيني عورة شتيكي تحسينية وشارة سركزني وفراسني نفس ضرورية. ويباح تناول الخبائث كالميتة حفظا للنفس لأن حفظها ضروري. درست وإجازها يبكاري هناني شتي تشفلي بيسي وكمر داروبو لبر خاطري فارسني نفس شنكا فارسني نفسك ضرورية. ولا يجوز دفع الحرج والمشقة عن الإنسان إذا كان في هذا الدفع تفويت لما هو ضروري. دروزني دفع حرج ومشقة كري الإنسان بلا زحمتك ما قبول نكات أجر لدفعك لدفع حرج ومشقتك فوتان دنيشتي ضروري ببيت مثلا شون. فالعبادات مثلا تجب وإن كان فيها شيء من المشقة. عبادات مثلا واجبة أقول شيء زحمة كي شيء تأي حمو روشة كي بياني كابري مسلمان حصي والله شتي كي زور فكرة بلان لبر خاطري شتي كي مهم كبريتي لعبادات أو توز الزحمة أبي قبول كري لأن إتيانها ضروري لحفظ الدين وحفظ الدين من المصالح الضرورية. شنك يجي وجي كردني نيجا فرزكا ضرورية وفراسني دين فراسني دينيج لمصالح برجوان ده ضروري وكيوية كان. وكما لا يراعى تحسيني أو حادي إذا كان في هذه المراعاة إخلال من الضروري فكذلك الضروريات لا يراعى أقلها أهمية إذا كان في هذه المراعاة تفويت لما هو أكثر أهمية منها. وكوشون مراعاة تحسيني يا حاجي ناكري أجر أم مراعاة إخلالي بضرور الزرر لضرورية كبدا هروها ضرورية كان مراعاة ناكريا أويانك كم تر مهما أجر مراعاة كم تر مهما كببيت فوت عندني أوانك زياتر مهما كابي. فلا يجوز القعود عن الجهاد جبنا وظنا بالنفس. دروزنية دانشي لجهاد لبر ترسو لبر أوى حيفبونو لدى حيفبوني لدى درسوني جانب بخل بك الظنين يعني بخيل. الظنين ما هي لقرآن الظنين ما هي الظنين وما هو على الغيب بالظنين يعني بجماني جمان دي كراو ظنيني ببادش بمعنى بخيلة. دروزنية دانشتن لجهاد لبر ترسايا لبر بخل بنفس لأن في هذا القعود تفويتا لحفظ الدين ورد الاعتداء وصيانة دار الإسلام. شنك أم دانشتنا للجهاد أبيت فوتان دني فاراسني دينو برفرش دانوي تعدى كردني دجمنو فاراسني والإسلام. وهذه أمور ضرورية أهم من حفظ النفس. أما نشتاني كتيبستينو زياتر مهم لحفظ نفس وإن كان كلاهما ضروريا أقر شهدو كان ضروريا. ويباح شرب الخمر بل يجوز الامتناع عنه إذا بل لا يجوز الامتناع عنه إذا تعين طريقا لحفظ النفس من الهلاك. دروس تخواد نوي مشروب بل كو دروس نيان ني خويتوا أجد تنها أوري قابي بفارسني نفس التي أشوه يعني لشوين كابي تينود بي خريق بي جان درجة أجد أو توزى مشروبا نخويتو جان درجة واجب مشروبا كب خويتو لأن حفظها أهم من حفظ العقل. شنك فارسني جان مهمتر لفارسني عقل. ما يترتب على هذه المقاصد من مبادئ وقواعد استبحتي أوشتانا كن كفيداء بيه لسر أم مقاصدانا لبنى ما كانوا قاعدة أصلية كان قواعد أصولية كان. وعلى أساس مراعاة المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية نتجت جملة مبادئ عامة استنبطها الفقهاء بناء عليها لسر أساس مراعاة مصلحة ضروري وحاجي وتحسيني فيابوا مجموعة بنا ما يكيقشتي كفقهاء استنباطي عن كذوة بناء لسر أو قواعدة وفرعوا منها فروعا كثيرة وتفريعات زوريان ليه كردوة فرعي زور زوريان ليه فيا كردوة. ومن هذه المبادئ والقواعد العامة ما يأتي لما بنا ما قواعد عامانة أماني خواروه. أولا الضرر يزال يكم قاعدة معنى قاعدة يكم معنى الله الزرر لا أبرد يعني يكك لقواعد كالزرر أضرار لبير لإنسان دور خريطة. وينبني على هذا المبدأ ويتفرع منه ثبوت حق الشفعة لمن له هذا الحق بنالة الأم مبدأ ليه فإذا أبيه
سابدگونی حقی شفعه بو کسی ام حقی هی مثلا کابرایك دو کشریک لعرزکا یکی که ان بشکی خوی افروشید لوانه بفروشه با انسانه کی ناباب و ام کابرا توشی ضرر ابی رفیق شریک اصلیکا کابی شریک اصلیکا اتوانه بزور بو قیمتا کدارتی بو خوی وریم گرد لچون که الضررو یزاد یا ووجوب الضمان فی المتلفات ضمان لمتلفات واجبه يعني كسي كسي كيشتي كسي كي فوتان نابز او ضرره حيوانكي برداتو ضرري دا ببجره من علاكي برالات الرش شوشي خلقي شكان دا ببجره چونك الضمان چونك الضرر يزاد وخيار الرد بالعيب لسلام قاعده اوكا اگر انسان شتيكي كري لدوايا عيبكي تيابو لبر اوكا براتوشي ضرر نبي اتواني بداتو والأخذ بأساليب الوقاية الطبية أيام فشو الأمراض والأوباء وواجبة قرتن بكارهناني شوازي بك خوباراستني بزشكي للروجاني برفابون بلاوكي كردني نخوشين وباكانا يعني أبي إنسان واجبة خير فارزي وتيان تشيبك أبي وابك إيه. ثانيا يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص هيك كتله قواعد او ثانيه الدفع الزردي قشتي اقرب وتحمل كذني زردي تايبتي قد قزور شد هي زرد زردي تايبتي بلان بو عامي خلق زردي هي نابع تو او زرر تايب زرر تايبتي كقبول كي لبر خاطري قازنجا عموميك ومن فروع هذه القاعده اسا مثلا كابرا من لمس قوتا شاقوايا قرآن فتنم دحزكم دنيا لي برضو مشتكي باشا بوخوي بلام زررا لخلق خلق نيش كان ليت يقاش فلان وحرام أبوي أو كارب القصاص مثلا لم فروعهم قاعدة القصاص من القاتل كتي كتي كجري أكجري بيبو كجريتو ديخو كشتنوي أو زرريك بلام أو زرر تحمل أكري لبرخاتري قازانجي عمومي شنك أقربيتو قاتلنا كجريتو خلقي ترأ كجرين وقطع يد السارق دس دزبرين زرر بو كابرا بلام لبر خاطري قازانج عمومي بو او مالي خلق محفوظ به دس دز ابري يا وهدمي جدار المائل في الطريق كابرايك مالك الديوارك لاربو بيتو بالرقا اگر شي زرري اوان الديوارك بروخيني واجب بروخيني نو كتلتو بسريكا حالي ومنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن ومنع دكتوري نزان نبي بيالتك قبابتك يا مفتي برلاو نالبارو كاري ناشيرين انجام در ابي منعي بكره وكو الان دوشت الان چي الان دكتوري نزان يعني انسان تيابا مفتي نزان ديني إنسان تيارا وتسعير البضائع عند الضرورة وأرزش دانان بو كلو بلو شتومكي روجانا فروش 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 كالاي روجانا لوقت ضرورة خوي قاعدة إنسان أتواني شتيكي هي خرچنكي ميل لسر بي قازان شبقات سري ما دام الزور لحطي نفره بلان وقتك أبين ريخل بيح او كار ريكوبيك جيب جينا كان مثلا حكومات اتواني قيمت وشتا كان دابن تا او نا اتواني مفروش مراعاتي ايو شكر دو مراعاتي خلق شكر ثالثا يدفع اشد الضررين بتحمل اخفهما قاعدة ايكي ترمان هي دوشت هان هدو كان زرر بلام يكي زرر قرسكا اجريتو بتحمل كذني زرر سوكك زرر سوكك قبولك اي ومن فروع هذه القاعدة تطليق الزوجة للضرر او للعجز عن النفقة او للغيبة لفروع القاعدة انسان اتواني جن طلاق بدا طلاق داني جن شتيكي خرافة لبرتي لبر او لبر زرر يا لبر عجز لنفقة يعني كابرا جنكي هي جن طلاق دان شتيكي خرافة بلا ما دام مشكلة بو خوي دروز ابي ببوني جنكا يا جنكا ببوني امو توشي مشكلاتك ابي طلاقي بدا
يا ام ناتواني نفقي بدا ابي طلاقي با يا ام بجي هيله حقيوية طلاقي با ام جنا داما ولي را مشكلته جنا بي. وكذلك جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام عنها هروها دروس النويش ببي دزنويش لوقتك بتواوي نتواني دزنويش بقري كابرا هالا ماشينا كف كابرا هر نابيسي شارنية إلا أبي كابرا هجنبي سر سرق داب عرضة لدوايا بجرته أو بدون ستر العورة عند تعذر سترها يا لا شوين هكا عورتي دانا بوش أو ناتواني شتيقني داي بوش واجب نوجه كيف كابا بي ببي دا بوشيني عورتي. رابعا درء المفاسد أولى من جلب المنافع قاعديك شوارمي في قيمان هي كأفرمي دور خسنوي مفسد كان باشترى للراكشان قازان جكان. ومن فروعها منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين لفرع أم قاعدة كابري مالك منعك إلى تصرف لملك خويا بجوري كزرد لخلق تربة كابرا هاتوا مثلا لشوينك تسجيلاتي هي دمو رني تلفزيوني وسي دي وفلان سي دي فروشيه اخر صوت يكادو كابري رفيقي على لبال دسيا استراحتي لي ابجدا واجبا منع بكري لوك او كاران جامد كابرا مثلا فرض واك ام قرك مسلمان يكن انسان يكن لم قرك كابرا بين المال خير عشان قريده بين تقتق كات استراحت لك القلب بري واجبا منع بكري نابي نابي تو استفاده لشتي قازانجي خود بجوري بكي كزر لخلق بري. ومنع تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليها ونايلي بعض يكلو بل برواد بوشويني كتير أقر خلق احتياج أنتي وإن فوت البعض على البعض بعض الأرباح أقر كيف بيته بعض يكذ بعض خازان جيلة كيزة شيء بلام واجبا نايلي برواد. خامسا الضرورات تبيح المحظورات قاعديكي تري فقهي معناه أصولي معناه كأفرمه ضرورات محظورات مباح دكا يعني ناتشاريشتي حرامت بو حلال دكا. ومن فروعها تناول المحرمات عند الضرورة لوقت الضرورة كابرا أجر أو توزى مشروبين أخواته بمريت التي نوا واجب بإخواته أو مردارو بو النخوات واجب بإخواته وتقييد بعض المباحات وهروا بعض المباحات اگر شي مباحه بلا من مقيد بكري يعني اگر شي مباحه بلا ناب انجام بدري عالم هسه مباحه ملايك مثلا بشورت كبروات ببازار بلا ابي منعي بكي چونك ابي ابرو بردني علم زانياري. سادسا الضرورات تقدر بقدرها ششم او تاني الضرورات كان بان زي خوي برياريان لسر ادري يعني كابرا على بابا من بوشي من ضرورتهم هي وام دينا بلام كان ضرورتي هي بس ضرورتك ان زي معلوم بيت تو يعني اگر وام نيني اگر امري لبرسا واجب بيه اگر حتما وام كنيني ناتواني كريمال بدي حتما هاي لكبيتها بر سرما وقرما واجب بيه بلام كابرا الله وام ينم مالكم يبتبخين كم بشاش تبخ مثلا زيارة أبي ضرورات في الضرورات كما زور اشتكي زحمة عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة كابرا الله استتي نوم أجر مشروب يقنخومو أمرم لتي نوم أبلا كابرا كرة الله خدوا ما يخومو بعد شش بي الله يخومو بيكفي على كاركي جي بجي كي بكابة شوارو كينش حالي وما جاز لعذر يبطل بزواد العذر هرشتي لبر معذرتك دروس وقتك عذرك نما بطل دبيته ودروس نيانجام. سابعا المشقة تجلب التيسير قاعديك ترى يوكو الضرورات تبيح المحظورات واتاني مشقة تيسير آسان كاريب وإنسان رايكش. ومن فروعها لفروعهم قاعدة تشريع الرخص وأول رخصة كان مشروع كرام لسفر أن يجي شاركاتي بيت دوركات جمع كيتو إفطار أكي طبعا. وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيبا كانت تجهل وقت العقد
يا فسخ نكاح اگر جنكا بمردكي وعيبك بيني كالوقت عقدك انا يزاني استبينيك مثلا تواناي نزيكي لي كردنيني يا تواني فسخ نكاحي خلقاتو تو يا بيني بلاكا تواني فسخ نكاح بيني الشيطة تواني فسخ نكاحي كاتو. وجواز القرض والحوالة والحجر درزبوني قرض انسان قرش تيك اقرافة بلام لبر شارة لبر ضرورة مشقت تيس آسان كاري أتواني كسيك حوالة كيبا كسيك او قرض حوالش مثلا تو قرضي كابرايك هابلا وقرضي شو هابلايك كابرايك أتواني وترفع حوالة كيبا لا او بلا برو بيان. يا منع كذن لتصرفات مالي كابرا روش مثلا لمانيكا مليون ثمن درامدي هيا ده مليون ثمنش قرزارة نايلي ده مليون ثمنك إلا ما أنت خرج كاد دو صاد ثمن يديك وخرج مالك هر صي بزور ليه ثاني يدي تبا قاون قرزك. ثامنا الحرج مرفوع قاعديك هشتم علي حرج من يعني توشي زحمة كردن لا توا إذا مثلا من فروعها قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مثلا لفرع أم قاعدة كشايتي الجن لشتيكا كغير جن نايزاني بياو نايزاني شهادة الجن قبولك لشهادة بياو قبولناك. يا والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة يا بسند كذن بقماني راجح نك جزمي قطعي لقبول كذني شهادة أكريم شهادة دروكا بلان ظن الراجح بشتكف يا عادل الشهادة في هذا. تاسعا قاعدين وهم لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس هرشتك زحمت بيبو انسان دروسني انجامي بدا كابرا بلا من توالي روش بروش وبم توالي صال وقو صحابة وتي يكاوتي من جنة ينمو يكاوتي من توالي شو نرجكم ويكاوتي توالي روش بروش وبمو يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي من لهمو تنزيات الله خواه ترسمو تشاكترش خواه ناسمو بالرجوج أبوم الرجوج أشكينم وشونج لكم وأشخومو جن جينم فمن رغب عن سنتي ليس مني. ومن فروعها منع القيام طول الليل كابلا يتواوي شو دريجاي شو شونجك زال زور قاعدة إنسان ليدي أكتش مثلا من همشاء بينا مثلا ليلة القدرة كابلا شو ليلة القدر داني شيطان فيكي بياني نجكي بياني وناكري يا جماعة غيب يعني ترقكا داني شو ليلة القدر شو انجام دا بلا لفرعكان ياتي منعي اوكا دريجاي شو كابرا شو نشكا يا ولي صالح الصوم يا اوكا بروجا بروجو بيقوارج روجو نشكين بانيا بروجو بيتو بي خاتة سريك يا والرهبانية يا قوشنشيني ربانية يعني جنهينان كالامتناع يعني النكاح وكو واثينان لا نكاح. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.